هذه الحالة المزرية، هذه اللي فيهم تاع حقوق الإنسان وكي. هذا أبو عزيام، هذا أخونا من تركيا، هذا أخونا من غانا، هذا الشارع الرئيسي يعني الـ IPO Human Rights وكل شيء. شوفوا العباد فين تبعد، يعني حالة مزرية. هذا البناية انت ماشي، يعني لنا انترناشونال بروتكشن اوفيس. وشوفوا الحاله نتاع العباد، وير از ذا هيومن رايتس، وير از ذا ديموكراسي، وير از لوك هير ليفت رايت اند ليفت. Don't worry brother, don't worry. Like Bob Marley, he said everything is been gonna be all right. Oh, look.